يسعد صباحك مديحة، وشكرا على هذا العزف الجميل. ويبدو أن قصة الشغف بدأت منذ الطفولة، وهناك حكاية لذلك. صح. كيف بدأ حبك لآلة القانون تحديدا؟ أتذكر لما كنت صغيرة بروح مع بابا للحفلات في منطقتي في تزركة في تونس. في تونس. نتفكر كان فما بنت تعزف قانون، هي البنت الوحيدة في الفرقة، فجلبت انتباهي. لما رجعت كنت صغيرة في العمر، ما نعرفش يعني، سألت بابا أكيد على آلة القانون، قال لي آلة القانون وكل شيء. بعد لقيت روحي أنا نحب أن تتعلميها، أجيب خيوط صنعتيها بنفسك. وأحاول أني أتخيل أني كأني أنا قاعدة نعزف، لكن ما صارش. وإني بديت العزف في عمر صغير، لا أنا على العكس بديت بعمر كبير، قبل 10 سنين بس. قبل 10 سنوات فقط، يعني فضل معاكي هذا الحلم يلاحقك لين ما كبرت وقلتي لازم أحقق هذا الحلم. تعلمتي بنفسك أو ذهبتي إلى معهد للتعلم؟ أنا بنت المعهد العالي للموسيقى بتونس، وتعلمت عند خيرة الأساتذة في تونس. بلشت مع أستاذي أحمد الشايبي، وكملت المشوار مع أستاذي العزيز جمال عبيد، اللي هو كان عندي معناها فضل كبير برشا، باش أنا ضحى معايا باش تعلمت القانون. خاطر تعرف اللي يبدأ الآلة في عمر كبير مش مثل الطفل الصغير. مزبوط يعني.